شنو هبط على وجهك واحد شويه جائزة الأولى مشي لي المغرب، يعني أنا الشعور ديالي اليوم يتجاوز الأنا لأنني ربحت 17 جائزة عبر العالم وما عمري ما حسيت بهذا الإحساس اليوم. قلت لي عييتي باش تعطيني تصريح ما عييش، نقدر نبقى نهضر حتى الغدا لأن هذه الجائزة أول مرة كناخذوها بعد 20 سنة. ما يمكنش نقدر نشرح لكم الإحساس ديالي اليوم وأنا كنقدم هذه الجائزة هذه للمغرب، للسينما المغربية، المركز السينمائي، للثقافة، وزير الثقافة، للخزانة السينمائية، لكاع الناس اللي خدموا في الخفاء، الناس اللي صوبونا لي زوتوريزاسيون، الناس اللي تعاونوا معنا، كنقول لهم شكرا جزيلا. وبالخصوص أقدم هذه الجائزة أيضا لشهداء 1981 لأنني تحدثت عليهم في هذا الفيلم. شكرا جزيلا، قصتكم وصلت للعالم. السر اليوم في هذه الجائزه هذه اللي خصنا نحتفظوا بها، ما خصهاش تمشي للمطار، هذا هو اهم حاجه. اما السر في الفيلم ديالي كنظن انكم شاهدتوه، يمكن هو تجربه جديده، ماشي وثائقي، ماشي خيالي، هو تجربه من الحياه، يعني صورناها عبر سنوات وممكن من القلب وصلت للقلب، ولجان تختلف عبر العالم، والحمد لله دائما هناك جوائز. هذا دليل على ان يجب ان نشتغل دائما من القلب، ومن تكون يعني فكره اللي تكون كتفيقنا على الاقل بثلاثه ديال الصباح نامنوا بها باش نقدروا نخدموا عليها. ولا باسيون، الشغف الشغف الشغف، لان الشغف الا ما كانش ما يمكنش تكون حتى حاجه من مور الشغف. وهادشي علاش كنقول للشباب اللي كيديروا السينما في المغرب، عافاكم خليو الشغف معاكم وما تخليوش عندنا غير نجمه وحده، خصنا نخدموا كاملين ونكونوا سودي باش يكونوا عندنا نجمات في المستقبل. ولما لا ان شاء الله شي اوسكار للمغرب، علاش لا؟ شوف هذيك الجوائز كاملين 17 جائزه خليهم يسارا، وهذه اجي نحطوها يمينا لان هذه كتمثلنا حنا المغاربه، وهذه كاس العالم ديالنا حنا. لعبنا الدومي فينال في قطر واليوم خدينا الفينال. Thank you.